دكتور علي، من متابعة حضرتك بحكم اختصاصك وتخصصك لوضع هذه المصانع، هل هي كانت متعثرة بالفعل من قبل ثورة يناير، ولا التعثر الأكبر حدث بعد الثورة؟ والوضع النهاردة إيه في ضوء ما شرحه سيادة النائب بدراوي وسيادة النائب أبو خضر؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد بوجودي معاك، وطبعا وحديث شيق عن موضوع مهم كلنا يمكن بنتكلم فيه من سنوات طويلة. وبرضه من الحاجات اللي يمكن تكون بتضايقنا كلنا ان مشكله زي ديت، خلينا نقول ان هي قبل حتى 2011، يمكن من 2008 كانت ابتدت تظهر بوادر ليها، و2007، لكن يمكن تفاقمت بشكل كبير جدا بعد 2011 استمرارا طبعا بعدم الاستقرار الامني وعدم الاستقرار السياسي في الوقت دوت، اللي اثر بشكل كبير جدا مش على المصانع بس، لكن اثر في كافه المجالات وكافه القطاعات. خلينا نقول ان احنا بنتكلم على فكرة المصانع المتعثرة. فكرة التعثر في حد ذاتها ناتجة عن مشاكل كتيرة جدا، ممكن تكون عن ارتفاع التكاليف في وقت من الاوقات، ممكن تكون قرارات اقتصادية اثرت بشكل كبير جدا على رفع التكلفة. يعني بنتكلم مثلا على قرار زي قرار التعويم، هو واحد من اهم القرارات الاقتصادية اللي ما كناش نقدر ان احنا ما نتخذش قرار زي دوت لاسباب عديدة جدا، ولكن هو اثر في ارتفاع التكاليف بالنسبة لكتير من المصانع. مشكلة العمالة المدربة، دلوقتي العامل بدل ما بيشتغل في المصنع، هو أنا آسف يعني بيجيب توك توك، بيجيب له فلوس أكتر بكتير من المرتب اللي هو ياخده، أو أيا كان يعني أهو. أنا بفترض مثال كده أو بفكر بصوت عالي، لا هو بيجيب توك توك، فخسرت العمالة، فأنا ما عنديش عامل، فأنا بدور على عامل عشان يشتغل في المصنع مش هيبقى موجود. فبالتالي علشان أجيب عمالة مدربة هتكلف تكاليف أكتر، عندي منافسة من جانب المصانع اللي هي بير السلم زي ما سيادة النائب تفضل وقال، عندي مشكلة مع السلع المهربة والسلع المقلدة اللي بتجيلي من دول عديدة من آسيا، على أصولهم طبعا دولة زي الصين ما نقدرش ننكر بتسيطر على أكثر من 75% من السلع المقلدة على مستوى العالم، ومؤثرة حتى على الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب التجارية. بالظبط، وإحنا بنتكلم على الصين، هي مصدر رقم واحد على مستوى العالم بقيمة 2 تريليون دولار، يعني مش بنتكلم على اقتصاد ضعيف. فخلينا نقول ان في مشاكل كتيره جدا. طيب انا دلوقتي بس اغلب انا عفوا فضيفا. اغلب المشاكل اللي حضرتك رصدتها دلوقتي وحتى اللي ضيوفي يعني رصدوها اغلبها متعلقه بالتكاليف. تكاليف يعني فلوس، تكاليف يعني فلوس، تكاليف عاليه، وانا ما عنديش دعم مادي، ما عنديش الفند، فانا مش عارفه اشتغل. اكيد ده جزء. والجزء الثاني خلينا نقول بقى حاجه، احنا كمان عندنا مشكله في موضوع التعثر رقم واحد. يمكن سياده النائب محمد كان بيتكلم على جزئيه الحص، احنا العدد اللي عندنا دي مشكله. انا عشان اعالج مشكله لازم ابقى عارف هو انا عندي 1000 ولا 2000 ولا 3، لكن احنا ممكن احنا دلوقتي نقول رقم وغانا يقول رقم والحكومه تقول رقم، يعني فالموضوع ده عامل مشكله. طيب احنا حتى لما بنتكلم على مبادره البنك المركزي هتلاقي حضرتك ان حتى البنك المركزي كان ما احنا زي ما سياده النائب بدراوي قال، ما احنا عملنا يا فندم مبادره وقلنا تعالوا يا مصانع يا متعثره او متوقفه قولوا لنا 871 بس اللي راحوا سجلوا. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، ده انا قبل ما استنى يعني احنا هنوصل لهم ازاي؟ ده انا عاوز اقول لحضرتك ان قبل حتى ما استنى ان هم يقدموا، انا عندي حاجه اسمها اي سكور اللي هي الشركه المصريه للاستعلام الائتماني، ده بشكل كبير جدا بتصنف المصانع اللي بتكون عندها تعثر، اللي بتتعثر بين اكتر من مليون جنيه، ده بتصنف ان هي متعثره وبتبقى موجوده وبيتم التصنيف. الشركه دي تابعه لوزاره الصناعه؟ شركه موجوده بشكل او باخر يعتبر تابعه للبنك المركزي وتابعه عليه التصنيفات الخاصه بيه انها متعثره او غير متعثره، وبيتم تصنيفها بشكل كبير جدا لمده بتظل من 5 ل10 سنوات ان هي متعثره. الاشكاليه كمان ان حتى الرقم اللي هو مليون جنيه دوت اللي بيتم عليه يعني تصنيفها ان هي متعثره، ده في مجال الصناعه يعتبر رقم يعني قليل جدا في هذا المجال. فهي الفكره كلها كمان ايه؟ ان انا دلوقتي المصنع ده بيعمل جدوله او بيعمل تسويه، ما بيتمش تعديل المفهوم دوت او المصطلح ده او المسمى دوت غير لما بينتهي تماما من هذه المشكله. ده جزء من الموضوع. على فكره يمكن اتحاد الصناعات كان تحدث يمكن من يومين او من 3 ايام مضوا عن الاشكاليه ديت ومشكله الاي سكور اللي يمكن تكون بتاثر على ازاي ان احنا بنطلق سمعه لبعض المصانع ان هي متعثره، ودي اشكاليه كبيره جدا. طب فين المحلول؟ مش حضرتك بتقول مليون جنيه فما فوق يبقى هو متعثر؟ يبقى هو متعثر اللي عنده اشكاليه في المدينيه ديت. طيب يعني هي محلوله، فين السمعه اللي ممكن اطلقها على المصانع؟ ان انا اطلقت عليه ان هو متعسف، فبالتالي بتاثر عليه ان هو يحصل على اي تمويل ثاني او على اي قروض ثاني. ليه لازم اقول ده تصنيف متعلق بالتعثر البنكي. تعثر البنكي تصنيف متعلق بالتعثر العام. هو تعثر البنك ده يا فندم هيقلق الناس ان هي تتعامل مع المصنع ده، هيخلي البنك مش هيقدر يديله اي قروض او اي تمويل او اي فسلات ثانيه، ولا المورد هيبقى عايز يديله اي خامات
بالظبط ما انتاج ما فيش ولان هو بيخش ضمن الشركه وبيقدر ان هو يستعلم على مصنع اكس مثلا فبيبقى مكتوب ان هو متعثر وبالتالي انا مش هقدر كبنك ان انا اديله اي قروض جديده ان هو يشتري التزاماته او ان هو يبتدي يعيد هيكله مصنعه ايا كان الاستخدام اللي هو عاوزه وبالتالي دي مشكله في ظل ان على فكره ممكن يكون المصنع ده بيعمل عادة جدوله او تسويه لسبيل المثال كل ده ما بيخليش كلمه تعثر ديت تتشال ودي اللي بتأثر عليه بعد كده على حصول وكمان في ظل المشاكل اللي احنا يمكن سردناها خاصة بالعمالة وارتفاع التكاليف وكمان خلينا نضيف عليها فكرة ان احنا دلوقتي بنتكلم على ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية ودي برضو مشكلة ما نقدرش نبعدها عن اساس التعثر اللي احنا بنتكلم فيه وازاي ان هي هتأثر بشكل او باخر على المنشآت الصناعية القائمة. طب بس مش ده فندم حاجة كان المفروض اصلا تبقى موجودة من زمان فكرة فرض ضريبة فرض ضريبة دي موجودة هي طبقت بس كانت وقت تأجيل 5 سنوات وبدأت تطبيق الضريبة العقارية اليومين دول لكن احنا بنناقش فكرة الضريبة العقارية على النشاط الصناعي هل النشاط الصناعي ده بيتعرض إلى حضرتك عارف على ضرائب أخرى كتيرة طب ممكن أستاذ حضرتك عشان موضوع الضرائب ده محتاجين فيه وقت فأستاذ حضرتك نطلع فاصل قصير ونرجع تاني نستكمل هذا الحوار.